مساء الخير أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في عين الحدث. والليلة نتحدث عن الموجة الجديدة من رفع الأسعار، وهناك سلع كثيرة تأثرت في هذا القرار، قرار الحكومة في هذا القرار الغريب العجيب الذي جاء مفاجئا لكثيرين، وأيضا تسبب في يعني موجة من الغضب الشعبي في الساحة الأردنية. هذا التكرار في يعني زيادة الأسعار والإصرار من الحكومة الأردنية على أنه المواطن يتحمل كل ما يحدث في هذا الوطن، يعني أصبح فعلا يعني يشكل حالة من البؤس وحالة من يعني ربما اليأس عند بعض المواطنين، حتى أنهم فقدوا الأمل في كثير من نواحي الحياة. وكما قال لي الشخص قبل قليل أن هناك حالة من البؤس يعيشها الشعب الأردني، وهناك ربما حالة من الانفجار الشعبي القادم، وإن شاء الله ما يكون طبعا هذا الحكي. لكن للحديث حول هذا الموضوع وللحوار حول هذا الموضوع من جوانب مختلفة نستضيف معنا عطوفة الدكتور جهاد المعاني. أهلا وسهلا دكتور. أهلا. نقيب تجار المواد الطبية. أيضا نستضيف معنا السيد غازي قاقيش. أهلا وسهلا أخي غازي. نقيب سابق لتجار القرطاسية والمكتبات. وأيضا السيد فتحي البس رئيس اتحاد الناشرين، الذي قال لا لتجويع العقول. وسنبدأ طبعا من دكتور جهاد لنتحدث عن ماذا حدث في القطاع المواد الطبية، كيف تأثر هذا القطاع، ويعني ندخل في العمق يعني خلف الكواليس ماذا سيحدث، ماذا نتوقع، ماذا يتوقع المواطن، ولنستمع منك حول هذا الموضوع. تفضل. شكرا دكتور رائد، ومساء الخير لك والإخوة الكرام والمشاهدين. أنا سعيد أن هذه الحلقة تتحدث عن صحة العقل والجسد. نعم. مع بعض. نعم. نعم. أنا راح أتحدث عن الصحة العامة الجسدية، والإخوة الكرام طبعا سوف يتحدثون عن المواضيع الأخرى. أنت قلت لي يعني أن والدك كان مدير مدرسة كرك الثانوية قبل سنوات. قبل سنوات. نعم. وهذا يعني هاي مفارقة غريبة بهذه اللحظة بهذه الليلة. نعم نعم. أنت تتحدث الآن عن الدواء أيضا. صحيح. نعم. صحيح. نحن نتحدث الآن عن صحة الإنسان ولا نتحدث عن الدواء والمستلزمات الطبية. نعم. الإنسان أغلى ما نملك، مقولة قالها جلالة الملك الحسين رحمه الله. رحمه الله. نعم. إحنا بنشوف إحنا قاعدين إحنا بنطبق هذه الحكمة أم لا؟ وحضرتني مفارقة غريبة الآن أن الأدوية البيطرية معفاة من ضريبة المبيعات، في حين أن الأدوية البشرية غير معفاة من ضريبة المبيعات. الحكومة قلقة على الحيوان أكثر من الإنسان، معناته مش هيك؟ هلا يسألوهم أكيد، لكن الجواب واضح. نعم. يعني ما في كلام. الآن ضريبة المبيعات على سوف أقسمها إلى جزئين، الأدوية والمستلزمات الطبية. كويس. على الأدوية توجد ضريبة سابقة قيمتها 4% على سائر الأدوية. رفعت فجأة ودون إنذار ودون تنسيق. نعم. فجأة إلى 10%. سوف أتحدث عن الأثر والتطبيق. تماما تماما. لنأخذ كل قطاع على حدة والكل يتحدث عن هذا القطاع. ممتاز. بالضبط. تفضل. الأثر ليس من المعقول أن نعاقب من كان مريضا بفرض ضريبة عليه. لا يوجد هذا الكلام في العالم. كانت 4% وأصبحت 10%. 10% هي من أعلى النسب في ضريبة المبيعات في العالم قاطبة. أوف. نعم نعم، وأنا مسؤول عما أقول، من أعلاها إن لم تكن أعلاها في العالم 10%. نشوف الأثر. الأردن يستهلك حوالي 450 مليون دينار من الأدوية. 300 مليون دينار تشتريها الدولة. 450 مليون يستهلك الأردن. نعم. سنويا. نعم. منها 300 مليون تستهلكها مؤسسات الدولة المختلفة، وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، الجامعات إلى آخره. يبقى 150 مليون. 150 مليون كانت 4% وأصبحت 10%. الإضافة عبارة عن 9 ملايين دينار. هل من المعقول أن نبحث عن 9 ملايين دينار من صحة المواطن الأردني الذي
يذهب ليلا الى صيدليه عنده ولد ممغوص يعني او مش رح يجي وزير ثاني يوم بكره وزير صح يقول هاي الارقام مش مزبوطه و... لا يا سيدي دائما لا يا سيدي دائما الشعب غلطان لا لا, لا يا سيدي لا يا سيدي يعني بهامش خطا 5% مش رح نسال عليه اذا كان هامش الخطا عند الاخرين من 9 إلى 15 مليون مثلا مكسب عشان نبحبح الرقم بالكثير. المواطن يذهب مساء الى الصيدليه مشان يشتري دواء لابنه للاسهال للمغص او لوجع الراس الى اخره. الناس ما بتروح دائما على اطباء، وهذولا فقراء الناس اللي يذهبون الى ذلك. سوف يقتطع هذا المبلغ من قوته، من قوت عياله، من معيشته والى اخره. قد يكون بسيطا، لكن الاضافات الى المواد الاخرى المتراكمه تشكل كما رهيبا على حياه الفقير ومتوسط الدخل. هذا بالنسبة للأدوية. فوجئنا إحنا أنه يجب أن يطبق القرار أحد. هل تعلم أن الأدوية مسعرة من مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية وهي التي تعطيك السعر لوضع لاصق السعر في الصيدلية؟ وهل تعلم عدد الأدوية، قطع الأدوية الموجودة على رفوف أكثر من 2500 صيدلية وكيفية إعادة تسعيرها ووضع السعر الجديد بدلا من السعر القديم؟ شيء يعني ما فكر ما يشير من حاله من التخبط عند بقرار الحكومه يعني طبعا تخبط انت عندما تصدر قرارا ولو كان مجحفا وفي غير محله على الاقل التطبيق كيف بدك تسوي. احنا ضد القرار جمله وتفصيلا. هذا بالنسبه للدواء. اما للمستلزمات الطبيه والتي المستهلكات انا اتكلم وليست الاجهزه اللي استهلاك الأردن فيها من 150 إلى 200 مليون دينار. قبل سنة من الآن تم رفع ضريبة المبيعات على معظم المواد من 4% إلى 16%. وما تبقى من هذه المواد جلها تم رفعها إلى 10%. ليس من المعقول يعني هذه صحة الإنسان. وإذا كنت بس نأخذ بس يعني مثال عن الموضوع الثاني مستهلكات أي شيء مثل ابتداء من الإبرة التي نستعملها لا الكمامة لا أي شيء بيخطر على بالك بيستعمله البني آدم غير بالتالي هذا ينعكس أيضا على كلف المستشفيات كل هذا سوف ينعكس على كلفة العلاج في الأردن طيب. وسوف ينعكس على الصحة وبتكلم عنها طيب بعد شوي سنتحدث عنه بعد خلال أستاذ غازي يعني أوكي. الآن أيضا هذا ينعكس على قطاع القرطاسية والأقلام وهناك حالة معينة أنت تستطيع أن تتحدث عنها بشكل أفضل مني تفضل. يا سيدي إحنا لما أصدرت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي سنة 2018 نعم. كان مذكور فيه بالنص السلع التي لن تتأثر بالزيادات مستلزمات المدارس الأساسية. نعم. إحنا مستلزمات المدارس الأساسية بنعرفها من القانون من سنة 2002 معدودة حوالي 10 مواد. قلنا الحمد لله ما قرب رحلتنا. لما ظهرت القوائم من خلال الجريدة الرسمية تبين إنه المستلزمات المدرسية صارت نوعين. نعم. القلم شكل والمحاي شكل. نعم. الشنطة نسبة ضريبية والبراي نسبة ضريبية نعم. قلم الحبر الجاف نسبة والدفتر نسبة تمام. يعني بس نفهم يعني على أي أساس تم قسمة المستلزمات المدرسية لنسبتين ضريبتين مختلفتين. هلا هاي شو أثرت علينا اليوم إحنا زي ما تفضل الدكتور يعني زي الصيدلية زي المكتبة في أكثر من 3000 مكتبة بالمملكة وكل واحد عنده بضايحة وشاريتها بنسب ضريبية معينة. هلأ بجوز بعضنا طلع وشاف القوانين بس مكتبة بكفرنجة ولا مكتبة جنب سحاب ولا ملهوش يطلع الجريدة الرسمية استمر بالبيع زي ما كان يعرف صار له 10-12 سنة بيبيع بالنسبة هذه. هلأ بعد شهر سنة رح يجوا عنده ضريبة المبيعات يقولوا له وين انت شو هذا اللي بتبيعه 400 هذا 10 يعني هذا العشرة يعني بتعني آلاف الدنانير يعني مخالفات وغرامات مثلي الضريبة كما يعني معروف بالهذا. وبالتالي يعني بس أعطونا مهلة ووضحونا أكثر يعني ما في توضيح نهائيا يعني بديش أحكي عن الكتب لأنه الأستاذ فتحي راح عن موضوع الكتب بس كمان احنا متأثرين بموضوع الكتب كثير
يعني لما بيجي بيقول لك نسبة 10% على الكتاب، الله أكبر، يعني تدعو الناس للعلم ولا تدعو الناس للجهل؟ طب بس يعني لماذا القلم الرصاص؟ لماذا مثلا قلم الألوان أو قلم الحبر مثلا؟ ما يعني هل ما حدا فسر لنا يعني. هل أنت برأيك هل لديك تفسير أنه مثلا هل هناك استهلاك أعلى على قلم رصاص؟ يعني إذا الحكومة تبحث وين في مواطن بيستهلك إذا بدنا نحكي عن القيم الضريبية أو يعني حجم الاستيراد للمواد هذه، أكيد القلم الحبر بحجم الاستيراد تبعه مش قد البراية أو المحاية. إذا كانوا عم بتطلعوا من الزاوية هذه مصيبة، يعني معناته يعني عارفين شو اللي بدهم إياه، وعارفين أنه بدهم يزيدوا دخلهم من خلال نسبة فرض الضريبة هاي. يعني طب ما يعني ما هي، بس أنا أوضح الشغلة الأخيرة. الطفل أول ما بيمسك قلم التلوين وبلون على دفتر التلوين، هذول التنين كانوا 4% و0%، نطوا لعشرة ولـ16%. يعني طب أسألك سؤال، من هي الفئة اللي تستخدم الأقلام الرصاص والألوان بصراحة بالبلد؟ كلنا بنعرف الأقلام الرصاص طالب المدرسة، طالب المدرسة بدون شك. قلم الحبر الجاف يستخدمه طالب المدرسة صحيح، وبيستخدمه الموظف بكتابته، مدير الشركة الشركة، بس قلم الرصاص ما بيستخدمه إلا طالب المدرسة. كم القيمة المتوقعة إنه الحكومة تجنيها من وراء هذا الموضوع بصراحة؟ الحقيقة ما عندي فكرة كاملة، بس يعني مش مبالغ كبيرة تقول والله راح يتأثر كثير على عجز الموازنة، وال 540 مليون بدهم يلموهم من قلم رصاص ومن قلم الحبر. يعني مش الحجم الكبير، الدواء قلم الرصاص ومن ثم والكتاب. يعني نحن نتحدث عن سلع أساسية جدا جدا وتساهم في بناء الإنسان الأردني. نعم. شو رأيك أخي العزيز؟ هو بس صدفة إنه أنا بالأساس صيدلاني. نعم. وبالتالي مطلع على وضع صناعة الدواء. نعم. وإلى آخره. وأيضا كنت صاحب مكتبي تبيع القرطاسي، كان لي فرع أمام الجامعة، وأقول إني أغلقته بسبب ضريبة المبيعات آنذاك، أغلقته عام 2011 واكتفيت فقط بالكتب لأنها خاضعة لنسبة الصفر. نيجي نتحدث عن صناعة الكتاب، يعني أنا لاحظت أنه هذه القطاعين اللي بتحدث عنهم الزميلين يسلمون بأنه يعني بمبدأ وجود الضريبة العامة على المبيعات على بعض الأصناف اللي بيتعاملوا فيها. نحن في صناعة النشر، في صناعة الكتاب، لا نسلم أبدا. لا احنا ولا نسلم. لا لاحظت من فكرة انه مجبورين. احنا في قطاع صناعة النشر لا نسلم أبدا 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 بوجود ضريبة مبيعات على الكتاب. شو الكتاب؟ الكتاب من الصناعات الثقافية، الصناعات الثقافية تنتج منتجات ثقافية، المنتجات الثقافية منتجات روحية تتعامل مع عقل الإنسان، هي نتاج عقل الإنسان وروحه، وتذهب إلى عقل الإنسان وروحه للتأثر والتأثير، هي مقياس الحضارة، مقياس التنوير، مقياس التغيير، مقياس جدية الدولة في بناء مجتمع. يعني هل تقول أن الحكومة تسعى إلى تجهيل المواطن؟ أنا لا أريد أن أذهب إلى هذا القول، أقول أن هناك عدم دراسة وفهم لمعنى صناعة النشر، صناعة الكتاب، صناعة الثقافة، صناعة الروح، صناعة بناء الإنسان. وبالتالي لا يجوز ولا بأي حال من الحال فرض ضريبة مبيعات على كل ما ينتجه عقل الإنسان وما يحتاجه عقل الإنسان. طب ما هو المتوقع الآن؟ ما هو الدخل المتوقع للحكومة مقابل هذا يعني الإجراء الصعب؟ إذا سمحت لي أنه معلش، لأنه هذا الموضوع كمان بيتعلق فينا جميعا. تفضل. اليوم صناعة النشر واقعها، احنا من سنوات في اتحاد النشرين نطالب الدولة بتحليل وضع هذا القطاع ومعالجة مشاكله، لانه قايل الى انهيار اساسا. هناك عزوف هائل عن القراءة،
هناك توجه نحو الإلكترونيات والفضائيات والمواقع الإلكترونية وإلى آخره. صحيح. هناك إن عدم تخصيص ميزانيات أساسا للدولة لشراء الكتب ولمؤسساتها من 10 سنوات لم نشاهد عطاء الشراء. يعني الكتاب يعيش حالة صعبة. واقع حفظون لك إنه الأصل كما يحدث وما هو مطلوب ضمن أدبيات اليونسكو وكل الجهات ذات العلاقة إنه الصناعات الثقافية في الدول النامية لا تترك الاقتصاديات السوق ويجب أن تدعم. ماذا حصل معنا؟ حصل معنا ونحن نعمل من أجل تحليل مشاكل هذه الصناعة الآيلة للانهيار لتحسين وضعها. قدموا لكم هدية. قدموا لنا عاصفة جاءتنا ضمن عاصفة الطقس. احنا عرفنا بشكل مفاجئ جدا الا زملائي بيسألوا يقولوا لي شفت الجريدة الرسمية الضريبة الكذا. تأخرت في الرد قلت لهم انتوا ظاهر مخربطين. لا يمكن انه الدولة انها تفرض ضريبة مبيعات على الكتاب الى ان اتضحت المشكلة. وبالتالي اضطررنا اليوم لنقوم باول حراك لنقول لا. لا لتجويع العقول كما استشهد. لا لفرض ضريبة على الكتاب لأنه الكتاب في حالة انهيار. طيب ماذا تستفيد الدولة من فرض ضريبة على الكتاب؟ تستفيد عدة مئات ألاف الدنانير. أنا بقول لك لن تحصل عليها. تعال نحلل يا سيدي. أعطينا تحليل. نعم. ضمن أنا أعرف أنه بتحب بحب الأرقام. الأرقام. نعم. الإحصاءات الرسمية لدى هيئة الإعلام. نعم. اللي هي كانت دائرة المطبوعات والنشر. عدد دور النشر المرخصة حتى هذه اللحظة يعني من يوم ما تأسس الأردن لليوم 750 دار نشر. شوف في كل هذه السنوات ما بقي منها عاملا هو فقط حوالي 370 دار نشر. إذن هذا حسب السجلات. إذا أغلقت أغلق نصها. وهذول عايشون كفافة يومنا يعني. هذول طيب. بيبيعوا بالكتب المغبرة سيدي. لسه يا سيدي بس خليني لو سمحت لي أوضح أكثر. لأنه أنا بعتقد إنه المسؤولين ما جابوا هالأرقام ودرسوها وشافوا إنه شو بدنا نحقق. ولا بيعرفوا قديش بتعمل خصومات سيدي للكتب على الكتب. يا سيدي هذه قصة بسيطة بس اسمع. اليوم من 350 نشر اللي المفروض بقيت مرخصة عدد دور النشر اللي محصاة بالنسبة لنا وهي العاملة في اتحاد الناشرين الأردنيين هم ينضموا للاتحاد لأنه بحاجة للاتحاد ولخدماته كان في 1/1/2016 140 في 1/1/2018 عدد الأعضاء المسجلين في اتحاد الناشرين الأردنيين والعاملين والذين استطاعوا أن يدفعوا التزاماتهم المالية اللي هو رسوم الاشتراك السنوي 71. لاحظ من 750 دار نشر بالأساس على مدار هذه السنوات إلى حوالي 71 دار نشر عاملة. والله إشي إشي وتمعني. روحوا موظفينهم هذولا يعني مشان نسبة البطالة تزيد قليلا. هذا رقم يعني طيب. رقم معيب جدا والله. شوف الرقم الآخر الذي يصعب. خذ راحتك سيدي. لا بدي اسكت مش عارف كيف ما انا ما ليش على ما انتوا لكم بالكتب سيدي هذاك جماعه التكنولوجيا سيدي الحكومه ما لاش علاقه المفاجئ وهذه ارقام رسميه انا مش جايبها من عندي جايبها من هيئه الاعلام من سجلاته. عدد المكتبات المرخصه المكتبات يعني المكتبات التي تبيع كتب نعم يعني مش بالضروره مخصصه لبيع الكتب اللي حاطه لها ركن بتبيع كتب. عدد المكتبات المرخصة يعني طول هالسنوات كلها من تاريخ الأردن حتى اليوم 900 دار نشر 900 مكتبة. الباقي منها على قيد الحياة 280 مكتبة. 280 مكتبة في بلد يقطنوا عدد سكانه 10 ملايين. طيب تعالوا نحلل هذه الظاهرة يا حكومة. لماذا هذا التناقص؟ لماذا عدد القليل؟ عدد هذه المكتبات ربما توجد بحي أو بآخر في دولة أرقام معنية. أرقام مؤلمة جدا ولكن أود أن أقول يعني هل تنعكس هذه الأرقام على
على المكتبات العادية. يعني هلا أنا بس يعني بدي أضيف على اللي قاله أستاذ فتحي إنه هو بقول إنه في 280 مكتبة بتبيع كتب. أنا بقول كنقيب تجار مكتبات إنه ما فيش ولا مكتبة بتبيع كتب. يعني كلنا رفعنا الكتب عن رفوفنا وتخلصنا منها أو حطيناها بالمخازن. ما بتتأثروا. مش ما تأثرنا. ما عادش في. ما عادش في قيمة. دكتور رائد مالية. دكتور رائد نسبة القراءة للمواطن العربي ربع صفحة يوميا سنويا ست دقائق سنويا سيدي يعني ربع صفحة أو ست دقائق يعني هلأ مع الضريبة الجديدة إن شاء الله الربع دقيقة ولا هذه الربع صفحة ست دقائق بتصير نص دقيقة, دقيقة. وكتر خيرنا يعني معناته اللي كان جاي عباله يقرأ له كتاب يوما ما ولا سمع عن كتاب وحب يطالعه بقول لك شو أسألك سؤال بصراحة هل تسعى الحكومة لي يعني تحويل الأردن إلى دولة تقنية تكنولوجية بما أن هناك حكومة إلكترونية ما شاء الله أي تقنية الحكومة الإلكترونية المبدعة أي جدا تقنية والإنسان يصبح جاف الروح جاف العطاء جاف التفكير كيف بده يتابع يعني هل تريد الحكومة أن تكون الأردن بيبرلس يعني ما بدنا ورق نهائيا بالأردن ما بدنا يا سيدي الدول الغرب أنا أجوب الدنيا طبعا. كلها في هذه المسألة أنا أقول ذلك باستهزاء يعني حالة أنا عارف حالة استهزاء مش بدي أكمل على كلامك أنا طيب في الدول الأكثر تقدما منا تقنيا وتكنولوجيا وإلى آخره تزداد قيمة مبيعات الكتاب الورقي وهذه إحصاءات ولو كنت جاهز يعني كنت حضرت معي إحصاءات الدول الإلكترونية ولكن انظر على دعمهم للقراءة دعمهم لصناعة النشر حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لصناعة الإنسان لصناعة الإنسان نعم. الولايات المتحدة الأمريكية أنتجوا برنامج أنه لقاءات مع مسؤولين فجأة أنه كوت ريدينج أنه ألقي القبض عليه يقرأ لتشجيع الناس على القراءة أنا أخشى أنه يكون مسؤولينا آخر كتاب واحد منهم شافه لما أنه كان بالسادس ابتدائي أو تخرج بالجامعة وقد يعني قد يكون هذا شيء محزن قد يكون هناك صحة بكلامك وأيضا نعود إلى موضوع الأدوية يعني دكتور يعني حقيقة ماذا سنفعل الآن يعني كنت تتحدث عن أرقام لنتابع بعض الأرقام عندك من مقولة الأستاذ فتحي اللي قال هل سلمتم نحن لم نسلم نعم. الإجراءات خاطئة ماء في الماء نعم ولها انعكاسات خطيرة أنا بدأ أخذ شذرات أول إشي بتفكر فيه عندما تأخذ هذه الأموال شان صحة الإنسان وفكر الإنسان وتقدم الإنسان أين تنفقها وكيف تنفقها هذا السؤال الأكبر نعم. واللي هو متوالي ماشي على مدار السنوات أنت تنفق هذه الأموال نفقات معظمها نفقات جارية نفقات جارية تستطيع من هذه النفقات الجارية أن توفر الكثير لما تحكي عن كم مليون مشان صحة الإنسان لا وفر في محلات ثانية بتقدر توفر فيها وأكثر منها طيب. أين ضبط النفقات يعني ألم يتبقى إلا يعني شوية الأدوية هذول لا يا سيدي لا يا سيدي ضبطوا كل البلد يوجد الكثير أنا راح أحكي لك طريقة يجيبه فيها 150 مليون مش بقول لك فيه 800 ألف وافد لا يوجد معه تصريح عمل وتصريح العمل 500 دينار حطوا لهم من 1000 موظف من اللي فاضيين كل واحد سياره ويودوهم هي موجودين الوافدين بكل محل بقول لك كل واحد كمش لي واحد بس جيب لي اياه اليوم وخذ عليه 20 ليره كل يوم لو جابوا 1000 هي نص مليون بالنهار ب 350 170 مليون دينار يعني احنا ما انت قاعد بتناقش لغير هذول لا 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 بس هو قاعد بفكر زي الحكومه الاردنيه لا لا انا ما بقول هل تسمح انت تبني بجوز واحد ما بحط تصريح عمل انت بجوز الفكره طلعت فيها هلا بيكونوا قاعدين هيك مجلس الوزراء وبكونوا هيك يطلعوا بافكار يعني بيكونوا يطلعوا بافكار هلا بلشوا يلموا بالناس يا انا خايف بهاي يردوا عليك يا سيدي العامل الوافد بيعملوا هذا بس العامل الوافد يجب ان ندفع بس انا بدي اكمل تفضل هل انعكاس هذه الضرائب على معيشه الناس والخدمات التي تقدمها الدوله للناس مناسب احنا أنا باعتقادي المتواضع يعني يوجد هناك تردي في كثير من الخدمات هذا أهم سؤال اللي كنا نتحدث عنه أثناء البريك اثنين هل يوجد عدالة بالتحصيل ما بين الناس؟
يعني وهذا سؤال ثاني. يعني أنت ملتزم بدفع ضريبتك 100% والآخر غير ملتزم، هل تعاقب الملتزم وتترك غير الملتزم؟ يعني الملتزم بتضلك تضغط عليه وهات وشيل وواء إلى آخره، والغير ملتزم متروك؟ ماذا عن الدين العام سيدي؟ هل الأدوية رفع لا أنا سأحكي لك عن الدين العام، بدخل لك عن الدين العام، بس أنا بدي أقول لك الانعكاس تبع هذه الضرائب في القطاع الطبي اللي هو الاختصاص تبعي. تخيل أنت إنسان له دخل معين وله أولويات، رفع الغذاء والدواء وبعدين الفكر بيجي له مرحلة ثانية. عندما أنت لا تتغذى جيدا يا سيدي ولا تأخذ البروتينات المناسبة وإلى آخره، فسوف تتردى أكيد صحتك الجسدية، مش عاوز كلام. اللي بيشرب حليب كل يوم وبيض وإلى آخره بتكون صحته ممتازة، إذا ما قدر سوف تكون صحته متردية. إذا كانت صحته متردية فهو يحتاج إلى علاج أكثر. فإذا كان ثمن العلاج وكلفة العلاج أكثر، انظر إلى هذه المتوالية الرهيبة اللي من أسوأ ما يمكن، سيئة للغاية. هاي كل الرفعات اللي أنت سويتهم في مختلف القطاعات كلها تنعكس على بعضها في في أماكن أخرى، في العلاج في المستشفيات. إذا الطاقة أنت رفعتها، سعر الدواء رفعته، سعر المستلزم دفعته، وبالتالي كلفة التشافي سوف تزيد. فهذه كلها منظومة، يعني هي عبارة عن دائرة يعني جهنمية يجب أن تكسرها. المواطن الأردني دخل بالحيط وما حد صلى له. إحنا شوف المواطن يعني الأردني إن شاء الله إن شاء الله مهما فعلوا لن يدخل في الحيط، بس ما هو ما راح يدخل بالحيط، دخل وخلص. لكن يعني لكن ما توصلوا للحيط وبالتالي تقول يا ريتني ما سويت. يجب أن تتدارك الأمور وتفكر بعقلانية. يعني نحن نتحدث عن فئة مثقفة واعية متعلمة، تقول الحكومة الآن، تحذر الحكومة من أنه حان الوقت الآن للتوقف أكيد، وربما التفكير بطريقة أخرى. ولكن أكيد. سنعود بعد الفاصل لمتابعة هذه الحلقة، ابقوا معنا. طيب أعزائي المشاهدين، نعود إليكم في هذه الحلقة الخاصة عن رفع الضرائب و يعني حجم الكارثة القادمة على كثير من المهن في والصناعات في الأردن، أهمها صناعة الكتاب ونشر الكتاب وصناعة الإنسان، العلم حقيقة. أعزائي المشاهدين، بإمكانكم أن تتابعونا من خلال أيضا الفيسبوك الأردن اليوم لآرائكم وطرح آرائكم وأسئلتكم، وأشكر كل السادة المشاهدين الآن اللي بيتابعون من خلال فيسبوك. بهمني جدا أسمع رأيكم من خلال فيسبوك وسأحاول أن أشارك الجمهور بهذا الرأي. سأعود إلى موضوع المكتبات ومهنة المكتبات لأنه متأثرة بيشتغلوا مع بعض مع نشر كتاب. ماذا يحدث اليوم بهذه المهنة؟ ماذا نتوقع مستقبلا؟ هلأ إحنا اليوم بنعيش حالة تخبط. نعم. يعني ما احناش عارفين شو اللي زاد وشو اللي نقص وشو هذا لازم يخضع وهذا مش لازم يخضع. حتى احنا عندنا تفصيلات حتى بشكل القلم، في عندنا تفصيلات. يعني المصيبة الكبرى انه لما احنا بنراجع دائرة ضريبة المبيعات بنقول لهم يا عمي هذا القلم قديش لازم يدفع؟ بقول لك 4%. بقول لك بتقول له طيب اعطيني كتاب، اعطيني اشي ياكد لي 4% استند عليه انا بعدين. بقول لك ما بقدر اعطيك كتاب. طب انا بدي اجي احلف يمين بعد سنتين انه انت قلت لي انه 4% او 16%. مشكلتنا عدم الوضوح، وهذا الحكي يعني مش بس بقطاعنا، القطاع الثاني يعني بحطوا هالخبر قلم الحبر، قلم الحبر بجهد خاص من النقابة قسمنا قلم الحبر لقسمين. واحد بجهود مع منظمة الجمارك الدولية سوينا 4% لأنه له وصف خاص، وقلم تاني لسه بدفع 16%. هلا بعض زملائنا مش عم بيعمل بيقدر يميز بين أيال 4 وأيال 16. طب أسألك سؤال بصراحة، شو فرقت على المواطن إذا دفع 4% أو 10%؟ بصراحة نحكي 6% قديش يعني راح تفرق بالضبط؟ بهمش أنا بدي أكون يعني أعتبر حالي أنا الحكومة هلا. يا سيدي يعني أنت مواطن أعزب يعني الحكومة راح تسأل تعرف الوزير ما عندوش مشكلة إنه يدفع 10 قروش زيادة.
أنا ما بتحدث عن مواطن عنده 4-5 أولاد بيجي بداية المدرسة بده يشتري مستلزمات مدرسية، بده كذا دزين تقلام رصاص، كذا دزين تقلام حبر، ربما يكون عنده 10 أولاد، شنطة مدرسية إلى آخره. هذا لما بتجمع المحصلة الزيادة اللي تحققت على قيمة مشترياته كبيرة، ممكن تفرق مع 20 دينار تفرق 15 حسب. وضيف عليها سيدي كلها في الكتب المدرسية اللي هي مش المنهاج اللي بتضيفه اللي بتوزعه الحكومة، الكتب اللي تشتري، الكتب المساعدة، الكتب البرامج الأجنبية. وفي يمكن المشاهد الكريم يستغرب من عدد الضرائب التي ندفعها. بلاوي. أنا عملت حسبة قبل مدة، إذا يعني خاصة المشاهد الأردني المبسوط في أمريكا الآن. مظبوط. اللي مبسوط في أوروبا بيشاهدنا وهناك كثر يعني. عدد الضرائب اللي بندفعها مهول. عملت حسبة قبل مدة على الفيسبوك وكان تعليقات لطيفة عليها. قلت واحد وزوجته دخلهم 600 دينار وبيستهلكوا هيك أكل وهيك شرب وهيك موبايل وهيك ديزل وإلى آخره. نسبة الضريبة الذي يدفعها هؤلاء المواطنين وعندهم بيت وعندهم سيارة بالأقساط، نسبة الضريبة التوتال ومحسوبة بالورقة والعلم والقلم حسب استهلاكهم تصل إلى 38% من دخلهم سيدي. وأنا مستعد أقعد مع أي اقتصادي في الحكومة وأحسب له إياهن بالقرش، يعني ما يقول لي أنت جايبهن هذولا هيك. عنده سيارة وعنده بيت ملك وبوه كلب هالقدي وموبايله هالقدي وبنزينه هالقدي وديزله هالقدي ومواصلاته هالقدي وإلى آخره. طب إذن هل الحكومة تبحث عن أماكن معينة، نقاط ضعف عند المواطن، استهلاك معين بحيث أنه لا يتأثر فورا بهذا الموضوع؟ كيف يعني هل هناك يعني خبث بهذا الموضوع؟ ما إحنا لا نريد أن نتحدث عن خبث، نريد أن خبث. نتحدث عن 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 بطيبة قلب مثلا يا سيدي، بسوء حساب، خليني أستعمل اللغة الصحيحة، حسنية. احنا بنحكي بلسان حال المواطن. انا كعامل في هذه الصناعة انا بدي افهم انه من الذي اقنع المسؤول باضافة ضريبة مبيعات على قطاع منهار، قطاع منهار. طيب المكتبات اللي قلنا 200 مكتبة هاي اللي بتبيع المفروض كتب، ساعدته قال انه بطلت تبيع كتب. طب سؤال شوي. سؤال بريء، هل هذا القطاع يؤثر على قطاعات اخرى؟ طبعا انت عارف انه صناعة النشر بالاساس في الصناعات المجاورة، المطابع، التصميم، التخطيط، الاخراج، الكمبيوتر، المؤلفين وحقوقهم ومشاكلهم، قطاعات كبيرة جدا متداخلة مع بعضها. يعني هل تعتقد انه بهذه الطريقة سيضمحل هذا، سيتأثر عدد كبير جدا من الناس، سيتقلص مثلا؟ نعم. انا اللي بستغربه اكثر سيدي، اليوم احنا عندنا رابطة الكتاب الاردنيين، رابطة الكتاب الاردنيين تسعى ومعها حق الى دعم المؤلف الاردني وتأمين نشر مؤلفاته. كيف تستطيع نشر مؤلفاته على نفقتها؟ لا تستطيع. تلجأ إلى من؟ إلى دور النشر. عندما تصبح دور النشر التي كانت تصدر بالمعدل 1000 نسخة من الكتاب بالمعدل، الآن دور النشر أصبحت لا تنتج أكثر من 200 إلى 300 نسخة أحيانا من العنوان، وتبقى في مخازنها عدة سنوات. بس اسمح لي دكتور رائد على تفضل. المعالجة هل هي بخبث ولا بطيبة وإلى آخره؟ هي القضية ليست خبث وطيبة. أول إشي، لماذا وصلنا هنا؟ وما هي الأسباب التي أدت لذلك؟ اللي أدت إنه إحنا الآن في وضع صعب. لا إحنا نحن نعيش بحالة من حقنا أن نسأل كل الأسئلة. نعم. هل أنت إذا كان عندك وضع صعب ومشكلة بتدور على أسهل الحلول، جيب لي 5 مليون من هون، 10 مليون من هون، ضريبة على القرطاسية، ضريبة على الدواء وإلى آخره، أو تفكر إبداعيا لتتعامل مع هذه المرحلة بطرق أخرى أهمها؟ تحفيز النمو الاقتصادي. إذا حفزت أنا النمو الاقتصادي بتقل عندي البطالة، أنت بتجمع مصاري أكثر. الآن بظل اللي حطوها الأرقام، أنا أؤكد لك ونتقابل إذا بتحب آخر السنة، المبالغ المقدرة اللي حطوها راح تتحصل. إحنا آخر السنة بكون نحكي عن ضرائب جديدة سيدي، مش راح نلحق نحكي عن الموضوع هذا. بكون طب كنت بدي أسأل هل استشاروكوا؟ هل تم استشارتكم؟ لا حقيقة يعني من المؤكد أنه ما تمش استشارة أي قطاع بالموضوع. بدليل أنه كل القطاعات
هبت هبة واحد يتعرض القرار. يعني أنا لو في تنسيق معي كنقابة أو لو في تنسيق كاتحاد أو الدكتور معه تنسيق كان بيقول لك والله يا عمي إحنا عارفين متوقعين يصير الإشي هذا وبالتالي ما في مشكلة، بس قرار كان مفاجئ. بس بدي أرجع لحكاية إنه التأثير القرار رح يعكس. إحنا كنا نقول قبل شوي المواطن الأردني رح يدخل بالحيط. شوف المواطن الأردني قادر على التحمل لأقصى درجة، لكن بده يعني شوي يشوف نتيجة للي عم بصير. يعني إحنا بنرفع قاعدين الضرائب والرسوم من 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 أربع من خمس من ست سنين وبشكل متتالي. بهالخمس ست سنين هذول مع كل هالارتفاعات هل صار أي أثر إيجابي على المديونية تبع الأردن؟ هل نقصت المديونية دولار واحد ولا بس بنزيد بنزيد من هون من تحصيل من المواطن وبالمقابل بنزيد المديونية على حالنا؟ بس يفسرونا يا هذي. أشكرك. يعني إلى متى ستزداد المديونية وإلى متى ستزداد الضرائب؟ يعني هذه هل هناك علاقة، هل هناك علاقة طردية أصلاً؟ يعني يعني هل هناك طردية؟ كل ما زدت كل ما زدت الضرائب بتزيد الديون، إشي غريب جداً. أنا في هذا في يعني في هذا البرنامج لا أريد إنه أطلع مكنونات نفسي فيما يتعلق بموقفي من الرؤية والسياسة وإلى آخره. أنا مهموم بهم قطاع ينهار، ودعوني أني أقول بوضوح هذا ضريبة المبيعات على الكتب هي اعتداء على حق المواطن في العلم والمعرفة والتعليم وغذاء الروح. من وضع هذه الجداول وضعها على أنها أرقام صماء، لم يتعب نفسه بالبحث في جوانبها الأخرى الإنسانية. يجب من يعمل بالأرقام ذات العلاقة بحياة الإنسان أن يفكر بأنسنتها بجوانبها الأخرى. أنا الآن بدي أقول ما هو المطلوب، ما هو المطلوب؟ وهذا في أكثر من أنسن إلى هذا الموضوع. يعني كل الضرائب كل مديونية البلد عم تطلع من جيب المواطن. هذه تقديم لأنسانية. نعم. ما فيش الدراسة زي ما أقول لك. الآن إحنا ما هو المطلوب، ما هو المطلوب؟ طيب لنتحدث من الوقت. بتسمح لي بس ثواني. تفضل. سألت هل استشاروكوا؟ إحنا رفعنا الصوت العالي قبل إقرار هذه الضرائب والتأثير وصحة الإنسان وكلفة العلاج وإلى آخره، ولكن لما لا حياة لمن تنادي. ممكن أضرب مثل أستاذ رائد؟ يا ريت. تفضل. اولا احنا كاتحاد حاولنا نحل المشاكل كثير، في تفاصيل كثير بنحكي عنها. عملت مؤتمر صحفي لا اليوم عملناه، بس انه بالتاريخ عملنا عمل مشترك كويس. شحن مشترك، مشاركه معارض مشتركه، شحن الى الخارج مشترك لتوفير الكلفه. طيب لتوفير الكلفه. طيب الان انا عندي مشكله زملاء شحنوا لصالح زملائهم وعادت البضاعه لصالح زملائهم وصلت للجمرك، هذا المسكين اوب بدك تدفع ضريبه، بده يدفع ضريبة عن 40-50 ناجر كان شاحن لهم. طيب على قصة التنسيق، لا احنا فوجئنا كأنه المسألة كان فيها تسلل تسلل الى حياتنا ومباغتتنا، انه اوب بلش ادفع. احنا لن نستطيع تنفيذ هذا القرار تماما مثل الصيادلة او مثل القرطاسية بالليلة واخرى. طب بدي اعطيك مثل يا سيدي بالنسبة لنا يؤرقنا ويتعبنا. عندما ترتفع أسعار الكتب من الذي يستفيد ومن يزداد دخله؟ القراصنة والمزورين والذين يعتمدون على تصوير على تصوير الكتب، وهم منتشرون. إذا حكينا عن 280 مكتب المفروض تبيع كتب ولا تبيع كتب، آلاف مراكز النسخ، آلاف مراكز القرصنة عن الكتب. هم كتروا يعني. آلاف آلاف. يا سيدي هناك تهرب ضريبي بكل. يا سيدي مش هذه مشكلة، إنه بالآخر. شتى الأنواع. بزي لشوية الكتب الأصلية كنت بتبيعها، راح تبطل البيعها. ومين اللي راح يبيعها؟ القراصنة والمزورين والمصورين، يعني دخل الحكومة راح. طيب. عندي مشكلة ثانية أخيرة ممكن أقول لك إياها، وهي هم ويجب أن تكون هم الأردنيين كلهم. نحن وزعنا الدعوات لمعرض عمان الدولي للكتاب على أساس أنه لا يوجد لدينا لا ضريبة ولا ما يحزنون. والناشرين العرب اللي بدهم يجوا واللي احنا بدنا نستقبلهم واحنا وإلى آخره، بدنا نقول لهم الحين شو؟ ايش بدنا نعمل؟ حضروا حالكم. هذولا احنا صرنا ملتزمين بشروط دعوة وبتفاصيل كثيرة جدا، ونحن نعمل تطوعا
يعني لا يتقاضى أي واحد من الناشرين. إذا معرض عمان الدولي للكتاب مقياس الحضارة الذي نتباهى فيه واللي هو يعتبر أهم حدث ثقافي جدا، الدولي هددته مباشرة، مع أنه بعض المحطات حطت قالت أنه رئيس اتحاد الناشرين يهدد بإلغاء معرض عمان. نحن لم نهدد بإلغاء معرض عمان، قلنا النتائج هذا المحتملة. هذا سؤال مطروح للحكومة وسؤال مطروح للمشاهد. دعني أخذ إذا سمحت لي بعض المشاركات. إيهاب إبراهيم يقول: طرق الحل غير صحيحة والمواطن غير مسؤول عن الميزانية. عبير قمو تقول: المعادلة الصعبة، زيادة الضرائب زيادة المديونية. سام سيد يتحدث من أمريكا يقول: الضريبة في أمريكا فقط على المواد غير الغذائية بنسبة 6%. وأيضا هناك معادل مومني يقول: الأردن بحاجة إلى قامات وطنية حقيقية وفعالة وليس شعارات وطنية. طبعا ياد الشيخ لا تشاركي. أشكر كل اللي بيشاركونا، بحاول أقرأ. هلا مش قادر أقرأ لأنه الكلام بيطلع مش مزبوط. وأشكر كل اللي بيشاركوا معنا في مشاركاتكم، قيمة جدا بشرة، لكن مش قادر أنا يعني أتطرق إلى كلها. نعود دكتور بعجال الآن، ما هو الحل؟ لنبدأ بطرح بعض الحلول الآن بما تبقى لدينا من وقت. يا سيدي، إذا كان في الأحوال الصعبة عادة الحكومات، وهي صارت 2008 في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأوقات الصعبة تضخ أموالا أكثر للناس لكي يصرفوها ويكون هناك تحفيز اقتصادي. اليوم المديونية، طلع على المديونية المحلية التي امتصت مبالغ كبرى من السوق، ورح تزيد لأنه هو بسكر برد بيستدين بداله. هذه المبالغ مسحوبة من السوق التي كانت متاحة للقطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، سحب المسؤولية السيولة من السوق. هذه ما لازم تسويها. اثنين، انت اليوم كل ما ترتفع الفائدة 0.25% في امريكا بتقول لي مشان انا المحافظة على الدينار انا كمان برفعها. هل تعلم ان نسبة الاقتراض اذا كان ميسورا واستطعت 10 إلى 11%، كيف يصير اقتصاد بواحد بتدين ب10 ب11% مشان مصلحته؟ هذا قاتل للاقتصاد. نقص السيول، سحب السيول من السوق والفوائد العالية، هذه لعنة شديدة. هل يمكن إقناع الحكومة بالتراجع عن قرارها تجاه رفع الضريبة على المواد الطبية؟ يعني هل تعتقد أن هناك مساحة، ما زال هناك مساحة متاحة للحوار مع الحكومة حول هذا الموضوع؟ من تجربتي أنا نقيب لتجار المواد الطبية من 16 سنة، مش يوم ويومين، وأجري وكنت في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن عن القطاع الصحي، وجلست مع عدد مسؤولين مهول، وتحاورنا بطرق مختلفة لأمور مختلفة. للأسف الشديد، انتهى الموضوع. هذا لا يبشر بخير أبدا، وأنا متفائل يا رجل. طيب طيب أستاذ غازي، عشان نمشي هيك أعطينا رأيك، نظرتك للمستقبل القريب. ماذا نفعل؟ ماذا ستفعل؟ ماذا سنفعل؟ هلا كلنا يعني كل النقابات اللي تأثرت بشكل أو بآخر عم بتحاول وبتبذل جهود من خلال اعتصامات، من خلال مراسلات، من خلال برامج تلفزيونية، إنه نقول للحكومة يا جماعة الخير يعني عيدوا التفكير شعرة، يعني بس خذوا وعطوا شوية، فهمونا شو اللي بصير، وضحوا لنا أكثر. طب ما في طريقة مثلا إحنا نرد على الحكومة بطريقة ثانية؟ ما بعرف أنا اقتصاديا، ما في ولا طريقة اقتصادية يعني الاقتصاديين يساعدونا بهذا الموضوع. إنه مثلا أعطيك مثال بسيط، في ألمانيا بأحد الأيام الحكومة الألمانية قررت أن ترفع البنزين على سمعوا الألمان هم بالسيارات، طفوا سياراتهم، تركوا السيارات وراحوا ومشي على البيوت، هذه معروفة يعني مسجلة تاريخيا. وبريطانيا يعني لما ارتفع سعر مادة معينة الكل عزف عن شرائها، وبالتالي يعني طب هل يمكن صناعة شيء من خلال المكتبات مثلا، تبيع القلم ببلاش مثلا، تخسروا الحكومة ستة؟ لا لا، هي المشكلة انه ممكن لا يعني انا مزاحا يعني الساخرة يعني اليوم يابا بدي 4 أقلام وثلاث دفاتر ولا حلنا على النيابة بلا قراية بلا كتاب، وإحنا لاقيين نوكل أو إحنا لاقي هاي
قمة المأساة. يعني يابا لاقين نوكل ولا أخوك هذا بجح بدنا نروح نشتري له. وأكيد هذا جزازة دواجحة بدأ هذه مصيبة. يعني الحكومة مش بدأت، هاي موجودة من أول. الحكومة بتحكي فيها. مش بدأت، هاي موجودة من أول. يعني كان الأب بالسنة المدرسية يشتري شنطة لابنه بأول الفصل الدراسي، والفصل الدراسي الثاني يشتري له شنطة ثانية. هلا بيشتري له الشنطة بتضل معه لآخر السنة، وبقول له يا بكمل فيها للسنة الجاية. في 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 إشي ساخر. قبل 50 سنة كانت الأمهات طبعاً شعبنا الطيب وعلى آخره بتفصل من القماش. كنا حملنا. وإحنا بمدينة معان كنا نسميه الجزو. حط فيه كتبة كتير. هل سنرجع إلى هذه المرحلة؟ يعني أنا أنا, أخي أنا, أخي أنا, أنا في أنا أنا لأني بمثل كما قلت صناعات ثقافية، منتجات ثقافية، مسألة لها علاقة بالروح وبالغذاء. عندي أمل. نعم. عندي أمل ممثلا عن هذا القطاع، وخاصة إنه المفروض أن وزارة الثقافة، أن وزارة التربية والتعليم، أن وزارة تعليم عالي، ووزرائهم يعني الوزراء في هذه في هاي الوزارات كلها تدرك معنى الثقافة وصناعة الثقافة. وأنا بدأنا حركنا اليوم، وسنواصل المباحثات، وسنواصل مطالبة المسؤولين بالتراجع. الحلول سترى إذا لم نوصل إلى رفع الضريبة، عندنا يا سيدي حلول كثيرة جدا، من بينها واحد أجا قال بدنا نكوم الكتبات، زي اللي بدل ما إنسان حرق حاله بدنا نحرق هاي الكتبات ونقولها للدولة بطلنا نشتغل وشوفوا غيرنا يعمل صناعة نشر. وصل الأمر بزملائي إلى هذا الحد من الياس. أنا متفائل بأنه الدولة ستعيد النظر في هذا الجانب، وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله ساعتها إحنا كقطاع سندافع عما نستطيع من مهنتنا المتبقية في خدمة الأردن وخدمة ميناء الإنسان. كلمة أخيرة، كلمة أخيرة. يعطني مثال بسيط إنه في إمكانية عن التراجع أو لا. لما انفرض قانون الضريبة سنة 2002 كان دفتر التلوين تبع الأطفال أخضعوا ل 16%. كان وزير ثقافة رحمة الله عليه هذيك الأيام أستاذ محمود الكايد. رحت قابلته وقلت له يا معالي الوزير، الولد أول ما بيمسك القلم بيلون. قال لي معك حق. وأنا بأول اجتماع مجلس وزراء رح أثير الموضوع. وفعلا بعد أول اجتماع لرئيس الوزراء أخضع دفتر التلوين لصفر بالمية من ذاك الحين لليوم، رجع صار 10% بالقرار تبع أول امبارح. عشان هيك احنا نأمل من وزير الصحة جميل. ورئيس الوزراء إعادة النظر في ضريبة العامة على المبيعات، على الأدوية والمستلزمات الطبية، وكملها عنا والقرطاسي، لأنه إعادة الإنسان المتكامل جسد والبحث عن إنسان الأردني. سيدي البحث عن إنسان الأردني، عن تنمية شاملة لا يمكن بجد. صناعة المواطن، صناعة المواطن. أود أن أشكركم على هذا اللقاء الطيب، الدكتور جهاد المعاني، عطوفة فتحي البس، وعطوفة الدكتور جهاد المعاني، وعطوفة غازي خاقيش. أشكركم من قلبي على هذا اللقاء الرائع جدا، وأشكر كل من ساهم معنا في صناعة هذه الحلقة، وكل القائمين على قناة الأردن اليوم، وأيضا المخرج والمصورين الشباب كلكم، الله يعطيكم ألف عافية، وكل من شارك معنا بالفيسبوك. مني كل المحبة رائد خاقيش، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.